الله المولانا العظيم. نلقي على مسامعكم كلمة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المضفرة. يخلد الشعب المغربي وفي طليعته أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بكل فخر واعتزاز وفي أجواء مفعمة بمشاعر الحماس الفياض، الحماس الوطني الفياض في هذا اليوم المبارك الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المضفرة التي أبدعها موحد البلاد وباني المغرب الحديث جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. إن تاريخنا حضور الكريم يطفح بالمحطات النضالية التي تشهد على مناهضة أبناء هذا الوطن ورفضهم القاطع للوجود الاستعماري ومواجهتهم للأطماع الأجنبية. فمنذ فرض نظام الحماية في 30 مارس 1912 وتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ موزعة بين الحماية الفرنسية بوسط الوطن والحماية الإسبانية بشماله وطبعاً مناطق أخرى وطنجة كمنطقة دولية أخضعت لنظام الحكم الدولي. يأتي تخليد الذكرى 47 للمسيرة الخضراء في مرحلة حاسمة في مسار التجديد مغربية الصحراء. وإذا كانت هذه المكانة الخالدة قد بدلت من تحرير الأرض، فإن المسيرة المتواصلة التي نقودها تهدف إلى تقييم المواطن المغربي خاصة في هذه المناطق العزيزة عليهم. ومن هنا فإن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على موضوع متكامل يجمع بين الأمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة، ويهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية وخلق فرص الشغل والاستثمار وتمكين المنطقة من البنية التحتية والمرافق الضرورية. وهو برنامج طموح يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية، وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعهم. واليوم وبعد مرور حوالي 7 سنوات على إطلاقه فإن تثمين النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80% من مشروع الغلاف المالي المخصص له. واعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة للشراكة مع دول الغرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز لجي المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين شقيقين، وإننا نريده مشروع استراتيجي لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة، وذلك لما يوفره من فرص وضمانات في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية بالنسبة للدول 15 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إضافة إلى موريتانيا والمغرب. التقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير طبقا للإطار التعاقدي الذي تم توقيعه في مجنبي 2016، وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا للرباط مجموعة الاقتصاد لدول غرب إفريقيا وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع. تعد مناسبة للترحم على روح مبدعها والد المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله بثواه وعلى أرواح كل الشهداء وطن الأبرار. كما نوجه تحية إشادة وتقدير للقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والإدارة الترابية والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم تحت قيادتنا في الدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شعورنا بعد الاسم الاول شعور تاع حسافي دار التعيين ديالنا في